أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة اليوم، ونتناول فيها أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية التي تطرقت إلى مستجدات الشأن اليمني. أهلا بكم. نيوز يمن أوردت العناوين التالية: نبيل الصوفي حزب الله يدير المعركة للحوثيين بنفس طائفي أعلى، وتواجده رصد أكثر في معركة الحديدة. ملتقى جبل حبشي يهدد اللواء 145 لاعتدائه على مدني بوحشية. تفاصيل معركة ليلية امتدت حتى صباح ثلاثاء شرق مدينة الحديدة. تهامى الكبرياء والكرم، أحرقت الميليشيات بيته ومزرعته فأقامها مخيما للنازحين. إهلاك محاولة تسلل الحوثية إلى حمر السادة ومعارك عنيفة في شليل وهجار شمالي الضالع. عدن تايم أوردت العناوين التالية: اتفاق السويد في مهب الريح والحوثيين الرابح الأكبر. خبراء روس: الحوثي يقطع جميع سبل السلامة. كيف استقبلت الأوساط العسكرية خبر منح المشاط رتبة مشير؟ الحوثي يحاكم العشرات من نساء صنعاء بشكل سري. منظمة دولية تطالب ميليشيا الحوثي بالإفراج عن 10 صحفيين. وكالة خبر أوردت العناوين التالية: رابطات أمهات المختطفين، ميليشيا الحوثي تختطف نساء في الحديدة. مصرع 12 حوثيا بهجوم للقوات الحكومية بصرواح مأرب. مصادر تحذر من مساهمة حوثية في المضاربة بالعملات. مجزرة حوثية جديدة بحق أسرة كاملة بالحديدة. وكالة الثاني من ديسمبر أوردت العناوين التالية: صعدة، تحرير وادي سماحة والتقدم صوب مركز مديرية كتاف. الحياة أوردت العناوين التالية: البيئة تحذر من أسراب جراد تنقلها الرياح من اليمن. التحالف يدمر طائرات مسيرة حاولت استهداف مجلس النواب اليمني. الشرق الأوسط أوردت العناوين التالية: تدابير قمعية حوثية لتكميم الأفواه في صنعاء. تدمير مركز قيادة الميليشيات في الجوف وأسرى عناصر انقلابية. تعزيزات عسكرية جديدة للحوثيين جنوب الحديدة. مآلات اتفاق ستوكهولم، الحاضر في التصريحات الأممية والغائب عن التنفيذ. وفي مقال للكاتب رشاد سمير أو سمير اليوسفي يقول فيه: قطر تأكل لحم الحمدي في الغداء الأخير. قال فيه: توقيت الجزيرة لعرض فيلم عن اغتيال الشهيد الحمدي بعد أكثر من 40 عاما جاء لمناقشة السعودية ونكش أوجاع اليمنيين بإعادة توظيف جريمة قتله المعروفة بتفاصيلها حتى للبهائم. يؤكد أن حقد إمارة قطر على المملكة انتقل من الطفح المصحوب بالحكاك إلى السعار الذي لا برأ منه. وكم كان مسليا وضعها لعنوان محمر أسفل الشاشة مسبوقا بكلمة عاجل، تلخيصا لما قاله عبد الغني ثابت أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري الأسبق حول دور الملحق العسكري السعودي في الحادثة، وكأنها جابت الذئب من ذيله واكتشفت هوية قاتل في جريمة وقعت قبل ساعات، وليست أخبار متداولة كانت تعلمها جدة معد البرنامج منذ 4 عقود، واستطاع حفيدها بفهلوة المتحدلقين تسويقها كسبق صحفي لقناة الجزيرة على أنها براءة اختراع لم يسبقه لها أحد من العالمين، ظن منه أنها قد تلحق الأذى بالأمين العام الحالي للحزب عبد الله النعمان بعد أن أصبح دور الناصرين في مساندة التحالف مجعا لإخوان الجزيرة. وحتى إعادة الفيلم لمحتوى الصحف الدولية والكتاب الفرنسي عن اغتيال الحمدي كان معروفا ومثارا عند المهتمين، كما أن مضمون مقابلات من ظهروا في الفيلم من داخل صنعاء سبق أن أشبعوا بها الصحف الفضائية اليمنية قبل سنوات، ونشرت صحف السياسة والثورة وسبتمبر المختطفات من الحوثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي بعض الوثائق التي نشرتها الجزيرة وبالتزامن مع قناة بلقيس، وإعادتها أثبت العلاقة المتينة التي تجمع الحوثيين بإمارة قطر وبينهما الفيصل الأخواني المنتمي أيا له الاستقصائي المتقمص شخصية شارلوك هولموز. ويضيف الكاتب: كانت أسباب ودوافع مقتل الشهيد الحمدي فمن الغباء توظيفها بأثر نجعي للإساءة لمن يحكم المملكة حاليا في فيلم يفترض تسميته بالعداء المستمر للغداء الأخير. ولعل تعامل الملك سلمان وولي عهده مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالة المتورطين فيها للقضاء
يكشف لنا أن سعودية اليوم تختلف عن الأمس، وحتى لا تظل قطر تمارس هوايتها الشاذة في الاصطياد بالماء العكر داخل اليمن للإساءة لجيرانها، ينبغي على السعودية المسارعة لإزالة كل ما يعكر صف علاقتها مع الداخل اليمني، ولن يأتي ذلك بغير توحيد صف اليمنيين على قيادة تضع نصب عينها مصلحة اليمن وتحريرها من الحوثة المتمردين، لأن التشتت الحالي ستحصد ثماره الدول المعادية. هذه هي الحقيقة والتي لا ينزعج منها غير أبواق قطر. سوف نتحدث في هذه الحلقة حول العاملين في اليمن اليوم 1 مايو وهو عيد العمال، لكن سوف نتطرق في هذه الحلقة لما يعاني العاملين في اليمن بعد 4 سنوات من الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. معي في الاستديو الدكتور محمد حمادة، كاتب صحفي ونائب مدير تحرير صحيفة الإهرام المصرية، وسوف يكون معي عبر الهاتف الأستاذ مراد الغارتي رئيس منظمة تمكين لحقوق الإنسان. قبل أن ناقش هذه القضية نذهب إلى فاصل ثم نعود. أرحب فيك دكتور محمد ضيفي هنا في الاستديو. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا فيك. اليوم يحتفل العاملين في عيدهم 1 مايو، العاملين في اليمن غير ذلك أكثر من 4 سنوات الآن وهم بدون رواتب، تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، كيف تقرأ ذلك في ظل صمت المجتمع الدولي إزاء ذلك؟ بداية كل عام وأهلنا في اليمن بخير وبأمن وباستقرار. طبعا نحن نعلم أن عيد العمال هو العيد العالمي للعمال وهو يواكب 1 مايو من كل عام. هذا العيد له العديد من البدايات. نحن نعلم أن تاريخيا 1886 كانت هناك مظاهرات للعمال في مدينة شيكاغو، ودفع العمال نتيجة هذه المظاهرات للمطالبة بعملهم 8 ساعات الغالي والثمين، حيث تم الحكم على بإعدام أكثر من 4 عناصر من المتظاهرين في ذلك الوقت. ولعل كانت هناك كلمة شهيرة لأحد المواطنين الأمريكان في ذلك الحدث، وهذا ما سوف نسلط الضوء عليه. نعم. بالتزامن وأيضا بالمثل مع القضية اليمنية عندما قال لولده تاركا رسالة: نحن نضحي بأنفسنا في سبيل قضية شريفة. اليوم نمر بهذا العيد ونحن في اليمن نعاني من أزمة كبيرة نتيجة الحرب الدروس التي تدور أكثر من 4 سنوات، أدت إلى تشريد العديد من العمال، أكثر من 5 مليون عامل يمني يمثلون 60% من القوى العاملة مشردين ولا يجدون عمل نتيجة الميليشيات الحوثية الإرهابية التي دمرت المناطق الصناعية والمشروعات الكبرى، بالإضافة إلى المؤسسات الدولة التي تمثل ركائز الاقتصاد في اليمن الحبيب. نحن نعلم أن المشهد العنف في اليمن أدى إلى تطورات في المشهد اليمني سواء كان على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي. نحن نعلم أيضا أن كان هناك قبل الحرب حوالي 48% من المواطنين الذين يمثلون 27 مليون ونصف مواطن كانوا تحت الفقر، 48%. الآن بعد 4 سنوات من الحرب العبثية في اليمن أكثر من 80% من الشعب اليمني تحت خط الفقر، وهذا يؤكد أن هناك أزمة إنسانية بل كارثة إنسانية تمر الآن باليمن الحبيب. نحن ليس هذا فقط من منظور عربي أو منظور إقليمي، ولكن أيضا الأمم المتحدة ومنظمة الإغاثة الدولية أكدت أن هناك العديد من الأضرار التي تسببتها ميليشيات الحوثي الإرهابية. قاموا بتدمير القطاع الزراعي الذي كان يمثل عصب الاقتصاد في اليمن، أكثر من 60% من العوائد كانت من القطاع الزراعي، الآن أصبحت الزراعة لا تقوم بكفاءتها، وأيضا نتيجة الحرب ونتيجة النيران لا يستطيع المزارع اليمني أن يقوم بدوره.
هذه من ناحية. من ناحية أخرى أيضا نجد أن هناك انهيار في الخدمات الصحية، الخدمات الصحية ولعل المستشفيات لم تسلم أيضا من نيران ميليشيات الحوثي، وأيضا الخدمات سواء كان المياه سواء كان الصرف الصحي، وهذا أدى إلى ظهور الأمراض منها الكوليرا على سبيل المثال، وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي الكوليرا التي حصدت الآلاف من أبناء الشعب اليمني. هناك أيضا معلومة لدى السادة المشاهدين، ليس فقط في اليمن ولكن في العالم أجمع، أكثر من 45% من الأطفال يموتوا دون الخامسة. هذا يؤكد على نتيجة إيه؟ نتيجة سوء التغذية ونتيجة عدم وجود مساعدات إنسانية. نعم، من هنا أنطلق من المساعدات الإنسانية، أذهب إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مراد الغارتي. أستاذ مراد، بما أنك في منظمة، المنظمات الإنسانية الآن كيف تنظر إلى ما يعاني العاملين في اليمن؟ هل لديكم أيضا إحصائيات؟ ما الذي قمتم به في هذا الجانب؟ مساء الخير أولا عليك وعلى جميع السادة المشاهدين ومتابعين قناة اليمن اليوم. فيما يتعلق بالوضع الإنساني في اليمن، فهو كما أعلن من قبل المنظمات الدولية أو مكتب الشؤون الإنسانية بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، هذا أولا. وثانيا الاحتياج، الإحصائيات كلها منشورة، طبعا هناك حوالي 22 مليون نسمة محتاجين للمساعدة، هناك 13 مليون عدد الأشخاص الذين تستهدفهم الأمم المتحدة ولكن عمليا ما يستطيعون الوصول إليه حوالي 6 مليون، عدد الأشخاص ذوي الاحتياج الشديد أو الذين لا يجدون وجبة ثانية في اليوم حوالي 12 مليون، عدد الأطفال في اليمن الذين يحتاجون أيضا إلى مساعدة حوالي 10.5 مليون. كثير من الإحصائيات موجودة ومنشورة وتنشرها تلك المنظمات. أيضا هذه المنظمات لا تستطيع الحد أو إيقاف تلك المعاناة الإنسانية، بل هي تعالج الآثار، عادة تعالج الآثار التي يعني تؤدي بها تلك الأزمة أو الحرب والانقلاب. العمال في اليمن يعني لدينا نحن ثلاث فئات تقريبا، العمال الموظفين الرسميين، ولدينا ايضا الموظفين في القطاع الخاص، ولدينا ايضا العمال من مزارعين وصيادين وسائقين وفئات اخرى ايضا من العمال. كل هذه الفئات اصبحت متوقفه الان عن العمل بسبب الموظفين الرسميين، بسبب عدم استلام الرواتب لحوالي 3 سنوات. القطاع الخاص تم تصريف حوالي يعني 25-30% في العام 2017 من كافة الشركات، أيضا غادرت الشركات الأجنبية التي كانت متواجدة، تم التخلي عن العمال، تم توقف المشاريع ومشاريع البنية التحتية والبرامج والشركات الأخرى، هناك حصار مطبق داخليا من قبل الحوثيين على العمال وعلى الموظفين من أجل الدفع بهم إلى جبهات القتال، وبالتالي يوقفوا رواتبهم لهذا السبب. بالنسبة للبطالة أصبحت الآن حوالي يعني من 26% عندما كانت في 2014، أصبحت الآن 75% في العام 2017، طبعا أغلبهم من الشباب والنساء. المرأة الآن أصبحت تعاني أكثر مما يعاني الرجل خلال بعد 4 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي، بسبب غياب المعيل وبسبب يعني ذهاب الأزواج أو الآباء أو رب الأسرة إلى جبهات القتال مضطرين، أو منهم من غادر اليمن. هناك لدينا أيضا مشكلة كبرى، وهي هجرة العقول وهجرة الكوادر من اليمن بسبب ما يحصل من انقلاب ميليشيا الحوثي والضغوط التي يتعرضون لها، وهذه أثرت أيضا على كافة نواحي الحياة. هناك الكثير منذ بداية انقلاب الحوثي والنقل حتى نعم تفضلي. بالنسبة للمرأة العاملة، هل لديكم إحصائيات عن عدد النساء العاملات التي تم إقصاؤهن، وكذلك الآن النساء التي تعمل على إعالة أسرة نتيجة ما قامت به الميليشيات، أنه الآن أصبحت المرأة هي التي تعيل الأسرة بسبب طبعا مغادرة الرجال بسبب الظروف المعيشية الصعبة، وكذلك الأسر التي تم قتل أبنائهم أو اختطافهم أو سجنهم، الكثير من المعاناة التي تعانيها المرأة اليمنية؟ نعم، هناك الكثير من المعاناة التي تعانيها المرأة اليمنية. أنا ليس يعني في الحقيقة ليس هناك إحصائيات دقيقة حتى لدى المنظمات الدولية تتعلق بها، لا المحلية ولا الدولية، تتعلق
النساء النساء اللائي اصبحنا يعلنا يعني اسرهن ويعلنا ابنائهن ويتحملن المسؤوليه كامله بسبب يعني ذهاب ازواجهن او المعيل الى جبهات القتال او بسبب موت المعيل او بسبب مرض المعيل. هناك الكثير من الفئات كما قلت، هناك فئات اصبحوا مرضى، هناك من قتل في جبهات القتال، هناك من قتل بسبب قصف الحوثي، هناك من يعني كثير من الفئات اصبحت المرأة الان تتحمل المسؤولية الكاملة. انا ليس لدي احصائية فيما يتعلق بنسب النساء او نسب، ولكن تكاد تكون اليمن بكل بيت هناك مفقود، شخص مفقود وكان يعيل الأسرة. ونحن نلاحظ كافة التقارير بأن الأطفال حتى يخرجون إلى الشارع، وتحولت هناك نسبة عبالة الأطفال. إذا كان الأطفال نسبة العبالة يعني حوالي كما قدرته منظمة العمل الدولية، قدرت بأن هناك حوالي 1,400,000 طفل يعملون في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، فهذا رقم كبير، وهذا يشير إلى أن هناك ما يقارب هذا الرقم من النساء اللائي أو اللواتي يعملن حاليا، يعملن في الزراعة، يعملن في أعمال مختلفة في المنازل، يعملن في أشياء كثيرة. فتقريبا النسب متقاربة بالنسبة لعمالة الأطفال أو بالنسبة للنساء التي اللواتي يعني يتحملن مسؤولية تلك الأسر. هناك أيضا الكثير من الموظفين، حوالي 30,000 موظف أو معلم ممن تم فصلهم من أعمالهم أو تم استبدالهم من قبل ميليشيا الحوثي. هناك 3,500 عامل من عمال الأسماك الذين كانوا يصطادون السمك أيضا في الحديدة، وهذه كارثة كبرى. منذ أول الانقلاب كانت تلك الأرقام، وحاليا لا يوجد أرقام تراكمية لهذا، لا يوجد إحصائيات أو أبحاث أو دراسات نظرا لصعوبة الوصول إلى المناطق التي سيطر عليها ميليشيا الحوثي. حتى كما قلت حتى المنظمات الدولية لا تستطيع أن تعطينا إحصائيات دقيقة عما يحدث في المناطق التي تسيطر عليها. نعم، أعود إلى ضيفي في الاستديو الدكتور محمد. دكتور محمد، كيف تفسر ما تقوم به الميليشيات من استبدال الكوادر الوظيفية المؤهلة وإحلال الموظفين من قبلها، من قبل الميليشيات، إما موالين أو من يقوم طبعا خاضع يكون لهم لشروط للمؤهلات العلمية التي يريدونها، فقط المؤهلات الطائفية هنا؟ دعيني قبل أن أتحدث عن الكوادر في المؤسسات الدولة في اليمن، أربع مندوبين أو مبعوثين من الأمم المتحدة فشلوا حتى الآن في إجبار ميليشيات الحوثي الإرهابية على الجلوس على طاولة المفاوضات. صحيح. والخروج بخروج آمن لهذه القضية والحل والوصول إلى حل سلمي لهذه القضية. نحن نعلم أن جماعة الحوثي هي جماعة تفتقد إلى القيادات والكوادر التي تستطيع أن تدير الدولة، ومن هنا فهي تعتمد على الولاءات وتعتمد أيضا على الطائفية في إدارة الدولة. وهذا يؤكد أن الدولة الآن لا تسير بالشكل الفعال الذي يتمناه الشعب اليمني. ليس لديهم كوادر، لا كوادر علمية ولا كوادر أكاديمية ولا كوادر أيضا تستطيع أن تدير المؤسسات سواء كان الخدمية أو غيرها. كل ما لدى جماعة الحوثي خبرة في القتال وفي الحرب وفي التشريد وفي الاستحواذ على أموال الشعب اليمني الأعزل. الآن لابد من تدخل فعال للمجتمع الدولي وأيضا لمجلس الأمن لفرض سيطرته والأفيض وفرض أيضا كلمته على ميليشيات الحوثي. مش معقول بعد ما نوصل لاتفاقية السويد ستوكهولم في ديسمبر الماضي لن نستطيع حتى الآن تنفيذ مبادئ الاتفاق. العالم كله هلل ورحب بالاتفاق، إلا أن ميليشيات الحوثي حتى الآن لم تلتزم. كان لزاما عليها في خلال أسبوعين تسليم ميناء الحديدة وأيضا تسليم ميناء الصليف ورأس عيسى لإدارة مدنية، والآن البعثة الأممية لا تستطيع أن تطئ قدمها مدينة الحديدة. كيف هذا؟ لماذا يسقط المجتمع الدولي على هذا التعنت وعلى هذه العربدة الحوثية في فرض سيطرتها على أركان الأراضي اليمنية؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى،
لزاما على الشعب اليمني أن يعي تماما أن الحكومة الشرعية والجيش الوطني اليمني الذي يدافع عن أراضيه وعن التصدي لهذه الميليشيا، إنما هو يقدم روحه فداء لقضية شريفة مشروعة، وبالتالي لزاما على الشعب اليمني أن يقف مع قواته المسلحة ومع كل من يقف أمام ميليشيات الحوثي. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن ميليشيات الحوثي تسيطر على المساعدات الإنسانية، يعني بتبيعها في السوق السوداء، وبالتالي ده بيعمل عملية ارتفاع للأسعار. نحن نعلم كما تحدث أخي الكريم منذ قليل أكثر من 80% تحت خط الفقر. نعم. هناك حالة يعني في بطالة، نسبة بطالة مرتفعة جدا، عمالة للأطفال، النساء في اليمن تقدر عدد أكثر من 47% من عدد السكان، وبالتالي الرجال في القتال، المرأة عليها عبء كبير في إدارة الأسرة وفي نفس الوقت البحث عن مصدر للرزق. إذن هناك ضيق في الرزق، وهناك أيضا المساعدات لا تصل، وبالتالي هناك كارثة إنسانية تحدث على أرض اليمن، ولابد أن يكون أن كل المنظمات والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذه الكارثة. لن نستطيع أبدا أن نقف أمام هذه الميليشيات من خلال الحوار، لابد من استخدام القوة أمام هذه الميليشيات، لأنها لا تعترف إلا بالقوة. ميليشيات الحوثي ليس لديها كوادر لإدارة الدولة، وبالتالي هي حرب عصابات على الأرض اليمنية، نهب في كل الموارد اليمن، عملية نعم دكتور، بالنسبة للقوى العاملة التي يتم الآن الاستغناء عنها وكذلك استبدالها، بالنسبة لليمن هناك أصبحت الآن هجرة للعقول، للنقول، أغلب التخصصات العلمية لا يوجد أحد الآن يحمل شهادات علمية متخصصة إلا وغادر البلد. عمدت أيضا الميليشيات على التقليص وكذلك تهميش الكوادر. برأيك ما الذي تريد في بلد لا يكون فيه هناك قوى عاملة، تكون هذه القوى العاملة متأهلة ومتخصصة في مجالاتها؟ يا فندم، ليس فقط العقول هي التي هاجرت خارج اليمن، هناك أيضا مواطنين هاجروا ونزحوا من محافظاتهم ومن ديارهم في للمطالبة الأمن والبحث عن مساعدات لسد رمق أسرهم. من هنا نحن أمام العالم وأمام وسائل الإعلام جميعا نقول أن هناك أزمة إنسانية كبيرة يمر بها الشعب اليمني، ولا بد من تدخل جميع المنظمات الدولية، وكما تحدثت منذ قليل مجلس الأمن والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية، كل ما يقدم يتم نهبه. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن جماعة الحوثي لا تعترف أبدا بالكفاءات، تعترف بالولاءات والانتماء إلى جماعتهم فقط لغير، وكأن خيرات اليمن أصبحت لهم حق مكتسب. هذا غير صحيح. 27 مليون أو أكثر من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة، من حقهم توفير خدمات صحية، من حقهم مستشفيات، من حقهم أن يجدوا قوت يومهم. يعني دلوقتي المواطن اليمني نتيجة البطالة وارتفاع نسبة البطالة ونتيجة عدم توافر الخدمات وعدم وجود مؤسسات تدير الدولة، فهو في حالة تشرذم وحالة يبحث عن قوت يومي في أي مكان. هذا لا، هذا يؤدي إلى عدم الاستقرار، وبالتالي يؤدي إلى عدم الإنتاج، وبالتالي أيضا يؤدي إلى عدم إحداث تنمية حقيقية في اليمن. نعم، أعود إلى ضيفي عبر الهاتف الأستاذ مراد الغارتي. أستاذ مراد، ما الذي يعني قيام الميليشيات الحوثية باستبدال كوادر وكذلك نقول هنا موظفين متأهلين ومتخصصين في مجالاتهم بأخرى، وكذلك كيف تجد وضع الآن العامل اليمني إذا كان هناك في الداخل الآن يعيش في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة والصعبة؟ دعيني أوضح فقط نقطة أشرت إليها قبل قليل، بأن معدل النزوح الداخلي في اليمن يصل إلى حوالي 3.6 مليون نازح داخلي، معظمهم طبعا من النساء والأطفال، ما يشكل حوالي 60% من النساء والأطفال من هؤلاء النازحين، بينما النزوح الخارجي حوالي 2.5 مليون، وأيضا نفس المعدل بالنسبة للنساء
والأطفال، ومن بينهم بالطبع كثير من الكوادر والعمال والموظفين وأيضا التجار وأيضا رجال الأعمال وغيره. هؤلاء من استطاعوا أن ينجحوا كما قال الأستاذ ضيفك قبل قليل بأن بعضهم في النزوح الداخلي يبحث عن ملاذ آمن ويبحث أيضا عن مساعدة إنسانية، بينما من استطاع الخروج هو من أخذ أطفاله بعيدا عن جبهات القتال أو بعيدا عن زوجتهم في جبهات القتال. بالنسبة لموضوع استبدال الموظفين فهذا يحدث منذ عام 2016 حينما توقفت الرواتب ورفض الموظفين العمل بدون راتب، وقامت ميليشيا الحوثي أيضا بفرض أشخاص إداريين على هؤلاء الموظفين لفرض كافة الأشياء التي تريدها تلك الميليشيا، وكثير منهم أيضا تركوا وظائفهم وتركوا عملهم، بينما البعض القليل حاول الحفاظ على وظيفته أو على درجته الوظيفية، لكنه في الأخير انسحب. في عام 2018 تقريبا 80 أو 85% من الموظفين الرسميين لم يعودوا يعملوا في الوظيفة الرسمية في مؤسسات الدولة اليمنية بسبب الانتهاك الذي مارسته ميليشيا الحوثي من اقتحام تلك المؤسسات والسيطرة عليها ومحاولة تسيير الأمور حتى في الجامعات وحتى في الجانب التعليمي في الجامعات. الأشخاص الأكاديميون كثير منهم والذين تم فصلهم أيضا بسبب الهجرة أو بسبب مغادرتهم أو بسبب رفضهم، حوالي 1000 يعني أكاديمي من جامعة صنعاء فقط، حوالي 1000 أكاديمي من تم فصلهم من قبل تلك الميليشيات التي تحاول أن تدير تلك الجامعة. وأيضا في القطاع التعليمي هناك حوالي كما قلت 30,000 موظف تم استبدالهم، كثير من العمال أو الموظفين الذين تركوا تلك الوظيفة بسبب التضييق الذي تمارسه ميليشيا الحوثي وبسبب أيضا عدم صرف رواتب الموظفين. تفضلي. نعم، بالنسبة لدور المنظمات في رفع معاناة ما يحصل للعاملين إلى المنظمات الأخرى لكذلك للتضامن معهم ومحاولة أن يكون هناك على الأقل صرف لمستحقاتهم في بعض التخصصات وكذلك المجالات. نعم، الفئة الوحيدة التي حاولت المنظمات الدولية أو الجهات المانحة دعمها وهم المعلمين بصرف حوالي 75 مليون دولار أو 70 مليون دولار للمعلمين في كافة مناطق اليمن من أجل تغطية احتياجاتهم، وخاصة في المناطق التي سيطر عليها ميليشيا الحوثي، إلا أن ميليشيا الحوثي في الربع الأول نهبت المبلغ الكاملا في الربع المبلغ الخاص بهؤلاء المعلمين، وفي الربع الثاني حاولت أن تنهب الربع الثاني لكن تم توقيف ذلك من فئة، وكان ذلك الأمر عبر منظمة اليونيسف التي أيضا موجودة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وتحاول أيضا إيصال تلك المساعدات. أيضا الرسالة التي وجهها محمد علي الحوثي ردا على برنامج الغذاء العالمي الذي أراد صرف مبالغ عينية ونقدية إلى المحتاجين في اليمن، وطالب أيضا بتغيير كافة المساعدات العينية إلى مساعدات مالية من أجل أن تقوم تلك الميليشيا بنهبها. هناك الكثير من الانتهاكات التي تقوم بها، يعني أنا أريد أن أقول هنا أن ميليشيا الحوثي تستخدم سياسة التجويع الممنهج والمنظم ضد الشعب اليمني وضد المواطنين اليمنيين سواء كانوا عمال أو غير عمال، من أجل الضغط عليهم ومن أجل تسيير ما تريد، وأيضا يعني سياسة التجويع ضد المعارضين أو غير الموالين لها. هناك سياسة ممنهجة تتخذها وتبتهجها ميليشيا الحوثي ضد المواطنين اليمنيين من أجل ذهابهم إلى إما عمليات الابتزاز أيضا التي تتم ضد المواطنين اليمنيين أو الدفع بهم إلى جبهات القتال أو من أجل العمالة أو من أجل حتى موضوع الأطفال. هذا موضوع محزن جدا 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 بالنسبة لنا كيمنيين، بحيث أنه يعني يتم الزق بها أو الدفع بهم إلى الشوارع للعمل، وأيضا الدفع بهم إلى ورشة التصنيع العسكرية من ألغام، من تحضير تجهيزات للعتاد للجبهات القتال وأشياء كثيرة كلنا نعرفها وندركها. وهذه يعني مسألة يجب على المنظمات الدولية الانتباه بشكل كبير الآن، إعطاء يعني تسليط الضوء بشكل كبير وبشكل مباشر على المأساة الإنسانية في اليمن لكافة أبناء المجتمع اليمني، ليس لفئة محددة، ولكن ينبغي التركيز أيضا على الأطفال الذين هم مستقبل اليمن والذي تقوم ميليشيا الحوثي بقتل ذلك المستقبل وأيضا بقتل جهود التنمية وكل
العمليات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي تدمر اليمن بشكل عام شعبا ودولة ومؤسسات وإلى آخره، وعلى تلك المنظمات وعلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الوكالات والمنظمات التي تعمل الآن في اليمن في باعتبارها مناطق نزاع، أن لا تعمل فقط من أجل تأدية دورها ووظيفتها فقط، ولكن أن تعمل على تخفيف معاناة اليمنيين والحد من تلك الممارسات والانتهاكات وإيقاف تلك المجاعة والمأساة الإنسانية التي تسير بها ميليشيا الحوثي تسير باليمنيين إلى الهاوية. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أمراد الغارتي رئيس منظمة تمكين وحقوق الإنسان. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد. أستاذ محمد، بالنسبة الآن لكم دوركم كإعلاميين عرب بالنسبة لدور المنظمات الحقوقية والإنسانية في اليمن، العاملة هناك وكذلك العاملة في الخارج، أنتم كإعلاميين كيف تقومون بتسليط الضوء على ما يعانيه العاملون في اليمن من ضيق العيش وكذلك من مصادرة رواتبهم وحقوقهم وانتهاكات التي يعيشونها؟ بداية أنا عايز أؤكد على حاجة، أن الإعلام العربي كله يقف مع القضية اليمنية وحق الشعب اليمني في حريته وأيضا في دولته واسترداد الدولة الوطنية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن الحكومة اليمنية، ونحن نسلط الضوء على هذا أيضا، تطالب من خلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولعل طالبت في مؤتمر العمل العربي في دورته 45 بضرورة مساعدة اليمن واليمنيين في تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي من خلال المشاريع التنموية لإيجاد فرص عمل لأبناء الشعب اليمني ليستطيعوا أن يدبروا ما يلزمهم من فرص عمل. أين؟ نعم، فرص عمل أين؟ فرص عمل من خلال تقديم الدعم للحكومة اليمنية لإقامة مشروعات تنموية لأبناء الشعب اليمني. ولعل طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتهاج الكمال في مؤتمر العمل العربي الذي عقد بالقاهرة في دورته 45 بضرورة مساعدة جميع الدول العربية في تحسين هذا الجانب، وهو الجانب الاقتصادي، بتوفير فرص العمل من خلال المشروعات التي يتم دعمها من الدول العربية القادرة على تقديم المساعدات. هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن وسائل الإعلام، ولعل على سبيل المثال الأهرام، قمت بالعديد من التقارير والحوارات مع مسؤولين يمنيين لتسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات من قبل الحوثيين في الأراضي اليمنية، من فرض سيطرة ونهب وأيضا حالات الذعر وتشغيل الأطفال واستخدامهم في الحرب الضروسة التي تحدث الآن في جميع محافظات اليمن. إلا أننا نطالب أيضا بمزيد من أستاذ محمد، ما بتشوفش أنه مثلا المطالبة بتوفير فرص عمل خطوة مستقبلية، لكن الآن هو المطالبة كيفية الآن تسليط الضوء على ضرورة صرف مرتبات العاملين المتواجدين في الواقع على الأرض من سنوات؟ هم الآن يعانون أكثر من غيرهم لأنهم نتيجة أنه كان معهم وظائف وبيوت مفتوحة وظروف معيشية الآن تردت، هم الآن يكونوا هو نقول الخطوة الأولى. هناك بوادر، لعل غدا سوف يتم صرف معاشات المتقاعدين، حوالي 122 ألف متقاعد سوف يتم صرف معاشاتهم، وبالتالي هناك حالة من حالات الانفراج سوف تحدث غدا لدى المتقاعدين في جميع المحافظات من خلال البنوك ومن خلال البريد ومن خلال أحد أفرع البنوك الرئيسية. هناك أيضا لابد من توفير ممرات آمنة لتقديم المساعدات، لأن المساعدات بتتعرض للنهب سواء كان بالطرق البرية في المنافذ، سواء كان من ناحية المملكة العربية السعودية
أو من خلال البحر يتم القرصنة على السفن وعلى السفن المحملة بالمساعدات. ومن هنا يجب على المجتمع الدولي أن يوفر ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى ذويها وإلى من يحتاجها. وبالتالي هنا لابد من تسليط الضوء أيضا من قبل وسائل الإعلام على عملية النهب لهذه المساعدات من قبل ميليشيات الحوثي. نعم، إذن دور الإعلام ودور أيضا المجتمع الدولي هو في إيصال ما يعانيه العاملون في اليمن. طيب أستاذ محمد، بالنسبة الآن لوضع البلد كيف يكون في ظل إهدار الميليشيات الحوثية للموارد البشرية؟ نحن نعلم جميعا أن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بأي اتفاق تم بينها وبين الحكومة الشرعية أو بينها وبين الأمم المتحدة، ومن هنا لابد من تفعيل في مجلس الأمن لقرارات ملزمة للحوثيين للالتزام بجميع الاتفاقيات التي تمت، وخاصة اتفاق السويد بمراحله. هناك أيضا لابد من توفير المساعدات، ليس فقط المساعدات الإنسانية من مأكل ومشرب، ولكن أيضا من خلال الخدمات الصحية والتعليم. هناك ملايين من الأطفال في اليمن تسربت من التعليم نتيجة عدم وجود مدارس آمنة ونتيجة عدم وجود كوادر تعليمية، وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية. بالإضافة إلى هجرة كما تحدث أخي الكريم، أكثر من 2.5 مليون أكاديمي يمني يعني مصروف عليه في اليمن، وكان المفروض أن هو يساهم في عملية البناء والتنمية داخل اليمن، الآن أصبحوا خارج اليمن. من هنا يجب أن يكون هناك برامج أممية يلتزم بها المجتمع الدولي لتوفير الخدمات، سواء كان الخدمات الصحية أو الخدمات التعليمية، بالإضافة أيضا لتوفير الملاذ الآمن للمواطنين اليمنيين. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد حمادة، كاتب صحفي ونائب رئيس تحرير صحيفة الإهرام المصرية، وأشكركم أيضا مشاهدين الأكارم لحسن المتابعة، وحتى الملتقى في أمان الله.